على الرغم من الاعتراف الجميع بوجود بعض الاخطاء داخل النادي الاهلي، ولكن او داخل فريق النادي الاهلي، ولكن في النهايه بتحصل. هو في فريق في العالم ما بيعملش اخطاء؟ هو في فريق في العالم ما عندوش امور معينه واضحه للجميع بما فيهم الجهاز الفني بيحاول؟ تخيل حضرتك ان انت كل 3 ايام مباراه، كل 3 ايام مباراه بتنتقل من بطوله افريقيا قبل ما تاخدها العشرة، كنت بتلعب في البطوله الافريقيه، تسافر الكونغو او تسافر جنوب افريقيا، وبعدين ترجع تلعب في القاهره في اسكندريه مثلا، او في القاهره او في اسكندريه او في سويس او هنا او هنا، وبعدين ترجع تخلص المباراه وتسافر عشان تلعب مباراه العوده لما كنت بتلعب في دوري المجموعات. وبالتالي كانت سنة صعبة جدا وسنة مرهقة جدا 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 لكل اللاعبين وجهازهم الفني. دايما احنا معترفين بهذا الامر ان احنا عندنا اخطاء، ولكن دايما بنحاول نصلحها. عشان كده النادي الاهلي يظل دائما على القمة، عشان كده النادي الاهلي بياخد بطولة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة في موسم واحد، والستة بطولة عالمية او برونزية عالمية. عشان كده النادي الاهلي بجمهوره هيفضل دايما واقف في ظهر مجلس ادارته وفي ظهر لاعبيه مهما كانت الامور ومهما كانت الظروف. هو ده الجمهور اللي بيقف مع لاعبته وبيحب لاعبته، هو اللي بينتقدهم على فكره. بالمناسبه حضراتكم اللي بتنتقدوا اللاعبين، واللاعبين بيوصل لهم كل اللي حضراتكم بتقولوه، لانه في النهايه كل جمهور النادي الاهلي مش عايز حاجه من الدنيا غير ان هو يشوف فريقه بياخد بطولات. وحضراتكم كلاعبين يعني بسطتوا الفريق جدا جدا، بسطتوا الجمهور جدا جدا خلال هذا الموسم.